شوف ربنا سبحانه وتعالى ازاي بيستقبلك في شهر رمضان، شوف ربنا سبحانه وتعالى ازاي بيستعد للقائك في شهر رمضان. ألا يدعونا هذا، ألا يأخذ بنا هذا إلى أن نسرع للاستعداد في شهر رمضان. للأسف يا أخواننا كلنا الآن بنفكر هنجيب منين اليميش والرز والسكر والعيش واللحمة وخزين رمضان، لكن محدش مننا استعد ازاي هنصوم رمضان، ازاي هنتعامل مع ربنا في رمضان، ازاي هنقيم الليل، ازاي هنقرأ القرآن. اول حاجة هتقول الشيطان هو اللي بيعكسني، الشيطان منعني عن ربنا، اهو صفض لك الشياطين ومردت الجن وحاش عنك كل قوى الشر اللي بتحوشك عن ربنا، وبعدين وفتح لك ابواب الجنة، يعني بينادي عليك، هو مشتاق لك، هل انت مشتاق له؟ هو فتح لك ابواب الجنة، هل انت فتحت ابواب قلبك؟ فتحت كفك تدي للناس؟ هو كمان قفل عنك ابواب النيران، هل انت قفلت نوافذك اللي انت مفتحها على ابواب الشرور؟ هل قفلت باب الظلم؟ هل انت قفلت باب الشهوة؟ هل انت قفلت باب ضياع الوقت؟ هل قفلت باب التلفزيون؟ هل قفلت باب المواقع الخبيثة؟ هل قفلت ابواب النميمة؟ هل قفلت ابواب الغيبة؟ هل قفلت انت ابواب الظلم؟ هو قفل كل ابواب النيران. سيدنا النبي يقول فلم يبقى منها بابا الا اغلق. كم باب انت لسه فتحه لحد دلوقتي؟ واحنا بصدد نظرة من نظرات الله في اول ليلة من رمضان، لان الله له نظرة لعباده في اول ليلة من رمضان. ان كنت قفلت ابوابك هتنال هذه النظرة. هو اللي بينادي لك، نادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. سمعت اذان قلبك مش عايزة تسمع الكلام ده، تعرف ليه؟ لانك ليل ونهار حاطط الاغاني في ودنك، لانك ليل ونهار مشغول بغير الله، لانك ليل ونهار مشغول بمالك، مشغول بعملك، مشغول بعيالك. اتفرغ لربنا شوية. هذه الايام وهذه المناسبات قيل في حقها الا ان لله في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها لعلها تصيب احدنا نفحة لا يشقى بعدها ابدا. عار يا عباد الله على العبد المسلم أن يدرك رمضان ويخرج من رمضان ولم يغفر له.